يأتي عيد يسوع الملك عادة في ختام السنة الليتورجية في البطريركية اللاتينية. وبهذه المناسبة السعيدة أقيمت في عدة كنائس في المملكة احتفالات بهيجة بمشاركة واسعة من أبناء الرعاية. ففي كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة الجبيهة شمال غرب عمان أقيم قداس احتفالي، حيث تم خلال الاحتفال قبول استقالة الأمانة العامة للشبيبة المسيحية التابعة للمطرانية اللاتيني في المملكة لسنة 2021، وقبول المهمة والرسالة الكنسية للمرشد العام الجديد والأمانة العامة لسنة 2022. الروح القدس الذي أرسله الرب يسوع ليثبت تلاميذه في الحق، وهو الروح عينه الذي يقود الكنيسة اليوم ويحفظها ويلهمها، فليؤتكم البذل المتتابع في العمل والمواظبة على التأمل في كلمة الله في كل حين بالمسيح ربنا، آمين. شفنا أنه يسوع بيطلب منا أن نختار الفقر على الغنى، والأحد اللي بعده لما تأملنا بالتلاميذ اللي بيتجادلوا بين بعضهم البعض من هو الأكبر فيما بينهم، وسمعنا صوت السيد المسيح اللي بيقول اللي بده يكون الأكبر فيكم فليكن الآخر، واللي بده يكون الأول فيكم فليكن لجميعكم عبداً وخادماً. شفنا كيف السيد المسيح بيدعو بارطيماوس الأعمى لأن يتبعه، بعد ما نادى صارخاً بارطيماوس رحماك يا يسوع يا ابن داود، حكوله التلاميذ للأعمى قالوا له تشدد وقم إنه يدعوك، اترك كل شيء، إنه يدعوك، اترك جانب الطريق وادخل في الطريق، إنه يدعوك. ورجينا يسوع إنه بيدعو الجميع، ورجينا السيد المسيح في تأمل أكبر الوصايا. ما هي أكبر الوصايا؟ أكبر الوصايا هي المحبة، أن نضع الحب في العمل أكثر منه في الكلام إخوتي، وهذا ما شاهدناه في الأحد اللي بعده لما الأرملة الفقيرة البسيطة وضعت عشرين أو فلس. هذا الفلس كان أكثر بكثير من أموال الأغنياء لأنها وضعت هذا الفلس بمحبة كبيرة. فالقليل عند يسوع هو الكثير من خلال المحبة. كما احتفلت رعية اللاتين في عنجرة شمال المملكة بعيد يسوع الملك، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه الأب جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، بمشاركة سكرتير السفارة البابوية في عمان المونسنيور ماورو لالي، وحضور الرئيس الإقليمي لرهبانية الكلمة المتجسد في الشرق الأوسط الأب كارلوس فيريرو، وعدد من الآباء الكهنة من دير عنجرة. وفي عظة القداس قارب الأب خضر بين نظرة يسوع لنفسه كملك وبين نظرة بيلاطس إلى الملك، وكيف عرف العالم الملوك بقوتهم وجبروتهم، إلا أن الملك يسوع لم يكن ملكا أرضيا، إنما كان ملكا سماويا لا ينتهي ملكه خالدا إلى الأبد. إذا كان الناس بانتظار ملك أو يريدون ملك زمني، ملك إنسان قوي منتصر قائد عظيم، يسوع قائد عظيم ولكن بطريقته. يقول اللي بدهم يتبعوه من أراد أن يتبعني مش على النصر فليحمل صليبه. أتيت ما أتيت إلى هذا العالم إلا لأشهد للحق، بيحكي لبيلاطس في إنجيل اليوم. ومن كان من الحق يصغي إلى صوتي، ما بيفرض على الناس انهم يتبعوه، بده ان الانسان بكل حرية يتبع المسيح وصوت المسيح لانه صوت الحق. صوت الحق ضد كل ظلم، ضد كل خداع، ضد كل كذب وغش. صوت الحق ضد كل خطيئة وشر. صوت الحق الذي هو صوت الله للإنسان
من أجل خلاص الإنسان من كل شر، وأكبر شر يواجه الإنسان هو الموت. هذا هو يسوع الملك. من أراد أن يتبعه فليتبعه بكل حرية، يختار صوت الحق. من كان من الحق يصغي إلى صوتي. وعندما نتبع السيد المسيح هو يحررنا، لأن المسيح في العشاء الأخير برضو في إنجيل القديس يوحنا يقول: تعرفون الحق والحق يحرركم. فيش إنسان بيكون حر في الخطيئة، فيش إنسان بيكون حر بالشر واستبداد الشر، فيش إنسان بيكون حر وهو مملوء بالكذب والغش والخداع. يحررنا أولا، يحرر قلوبنا من الخطيئة، يحرر قلوبنا من الرذائل، يحرر قلوبنا من كل ما يستعبدنا، والخطيئة تستعبدنا. هكذا يجعلنا جميعا أحرار، يحررنا من كل غش وخداع وكذب وكراهية. هذا هو ملكوت المسيح. وخلال القداس تم الاحتفال بمرور 25 عاما على رسامة الأب فيكتور من كهنة الرعية. وفي المصدار وسط العاصمة عمان، احتفلت رعية يسوع الملك بالعيد المقدس ليسوع الملك. جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه كاهن الرعية الأب مروان حسان، بحضور الأب وجد طوال والشماس بيير وأعضاء الشبيبة وأبناء الرعية. وقد عبر الأب حسان في عظته عن فخره واعتزازه برعية المصدار بجميع فعالياتها، متمنياً للجميع المزيد من الازدهار والعطاء المستمر لكنيستهم. ويسوع المسيح من أول لحظة بحياته هو عنده مشكلة مع هالملك. من أول ملك يسوع المسيح تصارع معه ولا كان عنده مشكلة معه؟ هيرودس سمع بأنه هنالك طفل ولد وهو سيكون ملك. شو سوى هيرودس؟ خاف على حاله. من وين بده يجيني طفل صغير يأخذ محل الملك؟ أنا بفرجيك. قتل كل أطفال بيت لحم من عمر سنتين فما دون. ليه؟ لأنه خايف على حاله. بكل بساطة الناس يسوع طعماهم، شبحهم، شو بيحكي لنا الكتاب المقدس؟ هموا وأرادوا أن يقيموه ملكا. هرب يسوع، حكى لهم أنا ما بدي أكون ملك لأنه أنتوا أكلتوا وشربتوا، أنا بدي أكون ملك لأنه أنتوا سمعتوا كلمة الله، فأنا بدي أكون سمعوا كلمة الله بالأول. وبعدين اليوم الجدال اللي بنشوفه مع يسوع المسيح وبيلاطس، أأنت ملك؟ هو ما تقول. وبيلاطس عم بتحاور مع يسوع وبده يشوف أنه مين هذا الإنسان وشو قيمة هذا الإنسان اللي أنا عم بتحاور معه. هل أنا عم بتحاور مع ملك مبهدل مجلود محكوم عليه بالموت مرفوض من شعبه؟ وينك أنت؟ فرجيني ملكوتك. ويسوع بحكي له: نعم أنا ملك ولكن ليس من هذا العالم. حتى بيلاطس كمان كل موضوع ملوكيته كان يلفه حوالين ذاته. كان مرة بتباهى على يسوع بحكي له: تعرف أنه أنا إلي السلطان بإني أحلك وإلي السلطان بإني أقتلك؟ يسوع المسيح شو جاوبه؟ لو لم تعط هذا السلطان من علو لما لك علي من سلطان. وقد سبق القداسة إقامة أسبوع رعوي وساعة سجود وأمسية تراتيل أحيتها المرنمة نتالي سمعان بمرافقة العازف حران حجازين. مع مياه البحار وامتداد المحيط، مع خرير الأنهار وانسكاب الينابيب، مع كرم الأمطار والثلج والجليد وكلهيب نار، سأهتف ما أعظم اسمك في الأرض كلها. ما أعظم اسمك، ما أبهاك في خلائقك. وفي ذات السياق ترأس قدس الأب عماد طوال كاهن ورعية اللاتين في الفحيص القداسة الإلهية الاحتفالي بمناسبة عيد يسوع الملك، والذي هو أيضا عيد الشبيبة، وذلك في كنيسة قلب مريم الطاهر الفحيص البلد. وتم خلال الاحتفال تجديد الوعود والعهود
لكي تبقى الشبيبة على مثال ملكها السيد المسيح، تسير عبر دروب المحبة والخدمة والعطاء بلا حدود. وفي نهاية الاحتفال التقط الشبيبة صورة تذكارية أمام هيكل الرب، وهم يحملون شمعة مضيئة في رمزية لنور يسوع الملك الذي أتى لينير العالم.